ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أذكر نفسي وإياكم بثلاثة أمور. الأمر الأول بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الإنسان يقع في الذنوب والمعاصي وفي التقصير، وأحيانا يغفل حتى في جانب الطاعة يرائي، وهكذا تمر به الهفوات، وأحيانا يقع في الظلم. والإنسان مبتلى في هذه الحياة الدنيا، ليس بمعصوم. لذلك رب العزة والجلال قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالواجب علينا جميعا أن نتوب إلى الله تعالى. الآن الزول عنده عربية، العربية دي كل فترة ولو جديدة، وقفوا العربية دي يا جماعة ولو جديدة كل فترة بيوديها المنطقة صناعية ويراجعة ويشوف الأشي الخسر يغيره وهكذا يهتم بها. فكيف بالنفس وكيف بالقلب؟ والله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انت دار تقابل الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وبعمل صالح. فالزول يا جماعة يحاسب نفسه ويتوب ويرجع إلى الله تعالى. فينا صفات كثيرة ذميمة، فينا أحيانا الكبر، وفينا الغفلة، وفينا وفينا الطمع، وفينا وفينا وفينا، يعني في بعضنا. الواجب علينا أن نتوب إلى الله تعالى وأن نحاسب هذه النفوس وأن نصلحها باللجوء إلى الله وبالرجوع إليه. دي الوصية الأولى لنفسي ولكم، يعني ما يمر عليك يوم ولا يومين ولا ثلاثة إلا وتحاسب نفسك أنت ماشي. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الوصية الثانية يا أخوان تقوى الله سبحانه وتعالى. الذنوب دي شر، الآن المعاصي دي شر، والإنسان بسبب معصية قد يتنكب الصراط المستقيم. والمعاصي بريد الكفر كما قال أهل العلم، كما في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تقريبا قال العبارة دي، أنا بس طولت من الكتاب، لكن في النهاية المعاصي دي بريد الكفر. وما معنى المعاصي كفر، لكن هي تقود الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والزول يراغب رب العزة والجلال، يعني يستشعر رقابة الله عليه ويستحضرها، ويتقي الله في اللسان. الآن في مجالسنا مرات بعض الناس بالضحك يقوم يقول لك كلمات وما أخذت لها حساب، حتى الكلام في أهل الباطل الزول يكون قدر شنو؟ قدر الكلام. يعني فلان المبطل ترد عليه بما يستحق، لا تزيد لا تزيد. المبتدع تحذر منه، ألفيه باطل وكذا تديه قدر باطله، وهكذا في اللسان وفي البصر. البصر إنسان بيركب العربات المواصلات بيمشي في الشارع، يتقي الله في بصري، يتقي الله في الصلوات. مش هو سلفي خلاص ينوم بالصلاة ويأخرها ويقول أنا ما دام موحد
وما دام كذا لا يبكر يا أخي ناس. واحد تمشي بعض القرى تمشي الأذان الأول تلقى المسجد الصف الأول ملان الأذان الأول للفجر. فإنت تحافظ على الصلاة تتوضأ الأذان أذن تكون أنت متوضي ولا تمشي تتوضأ طوالي تمشي المسجد ما تأخر الصلاة ما وإنما تجتهد في طاعة الله وتجتنب معصية الله سبحانه وتعالى الزول يكون عنده تقوى. وأعظم التقوى ترك الشرك والقيام بالتوحيد وترك البدعة والقيام بالسنة وترك المعصية والقيام بالطاعة واجتناب الغفلة وأن يكون العبد على يقظة. دي أربع أشياء تجتنب الشرك بالله سبحانه وتعالى بكل مظاهره الشرك الأكبر والشرك الأصغر الشرك الخفي والشرك الظاهر وهكذا. والإنسان يجتنبه يكون موحد يدعو الله يتوكل على الله يعتمد على الله سبحانه وتعالى إلى آخره. والأمور المعروفة لديكم الحمد لله أنتم من نحسبكم من أهل التوحيد والسنة. المسألة الثالثة والأخيرة وافتح المجال الشيخ شهاب. الإنسان يا جماعة يكون من أهل الصبر. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإنت تكون صابر في الدنيا دي. الدنيا دي فيها ابتلاءات فيها مصائب ما تشكو للخلق ولا لأقرب صاحب ما تشكو. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما تشكو للناس إنما تشكو لله سبحانه وتعالى وتفر إلى الله وتعلم أنك في امتحان. الدنيا دي امتحان ما فيها راحة. في سفر بتدعب في حضر بتدعب قاعد في وسط الأبناء تجيك مشاكل تبعد وهكذا. أنت في ابتلاءات حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. وإنسان محتاج للصبر في الطاعة في طلب العلم. في كثير من الإخوان هداهم الله تعالى يتنقل يعني بدل امسك الكتاب من بدايته لنهايته يقراه ويراجعه تلقاه شنو يبدأ كتاب بجاي وقبل ما يتم يخش في الثاني ويبدأ درس بجاي قبل ما يتم التسجيل يخش في التسجيل الثاني وهكذا. وده ما شأن طالب العلم يا أخوان. زول بدأ شرح نواقض الإسلام كمثال الآن شرح نواقض الإسلام الشيخ سليمان الرحيلي مسجل 11 تسجيل 11 مقطع أو تسجيل تبدأ من البداية للنهاية تميتها كمثال يعني. بدأت كتاب التوحيد تسمع التسجيلات زي الشيخ الجامي زي القواعد المثلى الشيخ الجامي مش تسمع شريط ولا تلقاه ذاته في الموبايل يبدأ التسجيل يخش في نصه تاني في نهايته تاني هابيش بيه جاي وكذا. ده ما شغل طالب العلم. تخد التسجيل ده تسمعه للنهاية من البداية للنهاية وتكرره وتلخص الفوائد وتضبط النصوص وهكذا وتمشي للبعد. وكل مرة انت شنو في تطور وفي خير. تجاهد نفسك بدل بعد الصبح تنوم زول تلقى شغله الساعة 8 ومن 5 أو من 4:30 ل8 دي كم ساعة 3 ساعات ونص. بدل يقرأ قرآن ويحفظ ويراجع ويضبط تلقى ينوم بالليل لقى فرصة ينوم ولو قبل الصبح نايم وبعد الصبح نايم وما بعرف الظهر نايم. ده ما شاء طالب العلم. تجاهد نفسك كن عندك صبر وبعد تتعلم وتعمل بالعلم. المجتمع ده داير صبر داير تبلغ الدعوة وتبتلى تمشي مساجد يصروا لك تمشي مساجد يشاكلوك تمشي مساجد. بعض الإخوان ذاته تلقى واحد زهجان يديك كلمة زي ما قال لك شيخ ضحوية يعني يديك كلمة تصبر عليه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والإنسان يا جماعة ما يبعد. نحن ما جماعة ولا حزب نبرأ إلى الله من جميع الأحزاب موجودة الآن الحزبية والكذا كلها نبرأ إلى الله من الانتساب إليها ومن الدخول فيها. على الكتاب نكون على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف. لكن أخوانك ديل خليك قريب منه. الغافل ذكره
والمذكر بذكرك انت وتستفيد. الناس دالة فاسز اجتماعكم ده الان ده كم نفر جزاكم الله خير. لو اي واحد يا جماعه بخش مساجد ربك دي ويخش كوستي بغادي وبيجاي سنار وبيجاي وين، والبلد دي كلها ما بتعمر بالدعوه؟ تعمر يا اخواننا، بلغوا دعوه الله واصبروا. يا بني قال لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. والله كم مره بنتعجب في ناس دعاة للشرك عندهم جلد في دنيا وفي شرك وفي ضلال. حامد بابكر ده يخش الغرة الزول، نحن مشينا حلفة، نحن راكبين عربات ومكيفة وشباب وقوة وإلى آخره وعربات خاصة مؤجريننا، ولما وصلنا وفي الطريق نقف نرتاح أو نقف في محطات ونصل وهو بالمواصلات وزول كبير في السن ويدعو إلى الشرك والكفر، يعادي الله رب السماوات والأرض يعاديه. ويخش القرى ما بفطة، ما بيجي المساجد الكبيرة بس وكذا وإلى آخره، يخش غرية غرية طق 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 طق، ده كله لشنو؟ يدعو إلى الشرك ويبيع الحجبات وهكذا ولافه. انت الزول على التوحيد شنو اللي بيشغلك من الدعوه؟ واحد من اخواننا حفظه الله، اخونا اسمه حسني، حسني محجوب مهندس، المهم قبل فتره فحكى لنا مرتين، حكى لنا المساله وكم مره، فقال في بلده بيمشي سنار وفي الخرطوم بيمشي سنار، ففي واحد من امامك الكبار الان توفى رحمه الله تعالى، يقول له البرير. فقال الزول لا، قال عد فترة اختفى، كان بيمشوا بسافروا الخرطوم، بيمشوا سنار وعندهم نهل هناك المهم، وبيشرحوا كتاب التوحيد وبيعملوا نصائح في المسجد. فعد فترة خش له في شغل وعد قريب 3 شهور ما جاء، فعنده أخوه اسمه علي. فالبرير ده قال له يا ولدي علي، حسني ده وين؟ قال له والله يا أخي الزول له خشة وزول مهندس وخش له في شغل وانشغل 3 شهور ما جاء، ومشوا اسبوعين. وقال له قل لا ولدي اي شغل يشغلك من الدعوه دي خليه خليه. وفعلا وصل له الكلمه دي، كان تعبان وشغل وجري وخلاه، وخش في شغل ثاني ما وقف من الشغل وبقى يواصليه. والله نحسب ووفقه في الدعوه، الان منتشر في شباب هناك وشغل ذات الدنيا، والله فتح عليه، والآن راكب عربية ومرتاح ويمشي ويجي وأولاد وغيره، والله فاتح عليه. انت ذات شغل لو بيشغلك من الدعوة يقول لك أنا والله مشغول، بتجي الساعة كم؟ بجي العشاء. ده خلي طوالي شغل خليه، ولو بيصبوا عليك المال صب خليه، اشتغل شغل تنتهي العصر أو قبل العصر أو وقت يديك فرصة تمشي ترتاح وتتعلم وتطلب وتبلغ الدعوة. بلد دي ما محتاجة شغل، منطقة صناعية، الناس حتى ما لاقين ناس من كثرة ما الناس شغالة في محلات، ما لاقين ذات يشتغل، شغل شغال، عربات شغالة، دكاترة ملانة البلد دي، تفعيل للمهندسين ملانة، دعاة إلى التوحيد قلة. الآن لو قال لك أحسب الدعاة السلفيين على الحق البيدعو إلى التوحيد والسنة وينافحوا أهل البدع أحاسبهم كم؟ ليه بلد يا قدر دي؟ الناس يا جماعة تجتهد وتبلغ. والله في قرى أخواننا الواحد بيكون براو سلفي براو بس وشغال كر بيجاي وبيجاي وبلغ دعوة الله تعالى. والدعوة دي ما تخدها مسؤولية فلان ولا إلان، مسؤوليتك إنت براك، دعوة دي خدتها بس إنت براك، كأنه ديل ما حولك. إذا خطيت مسؤوليتك براك ما بعد يومين إلا تعمل نصيحة، تمشي يا أخي الصبح المساجد مفتوحة، ميكروفونات قوية، البيوت مهيئة والناس بيسمع، طوالي تبلغ دعوة التوحيد والسنة وتتعلم وتضبط. لو بديت 40 نوية بس حفظتها، كل يوم بتدي الناس حديث فوائد جديدة وتربطها بالتوحيد، دخل العقيدة. يا أخوان الناس يشتغل دعوة، أسواق محتاجة الوين. واحد من اخواننا في رفاع لا حسب والله حسيبه، من اخواننا الزول لا
شغال بتاع ركشة، في الركشة دي بشغل بدخل الدعوة، يصلح في البستم، يقول والله الصوفي يدخله في البستم ده شفته جوا يمرق فاتح كده حافظ كتاب التوحيد، يعني يضحك كده ويدخل الدعوة كمثال يعني. ويمشي. قبل أيام مشينا ولد توفى، أخونا ده ولد توفى مساهر في المستشفى، ولد توفى قبل الصبح، كان صباح الجمعة، دفنوه طوالي، بس من دفنته جاء طوالي ركب معانا مشينا الهلالية، اشتغلنا دعوة الله يتقبل. وهكذا الناس تشتغل يا إخوان، نحسبنا الله حسيب، بلغوا دعوة الله سبحانه وتعالى وتنشروها، والعدد ده ما بسيط، ناس تجتهد. بارك الله فيكم، ونفتح فرصة للشيخ شهاب، النازل عنده أسئلة وتعليقات، فتجي إن شاء الله.